كلما أراد صاحب الجلالة أن يقوم بزيارة ما في أوروبا أو في أمريكا كان يطلب أن نلتقي لنتحدث، لنتبادل المشورة، لنتبادل الرأي. والحقيقة أنه عندما يذهب إلى هناك يتكلم باسم فلسطين واسم الأردن ويقول هذا هو موقفنا. يعني عندما يكون أي زيارة لصاحب الجلالة نجلس ونتحدث عما نريد، وصاحب الجلالة يعرف تماما ما هو المطلوب. المطلوب دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران وحسب الشرعية الدولية. أنا شايف الموقف الأردني كما عبر عنه جلالة الملك الحقيقة أنه تعبير سليم جدا. دولة فلسطينية يعني دولة حقيقية فلسطينية، دولة الحق تقرير المصير يجب أن يكون حق حقيقي تقرير المصير. لما نيجي على الأمن، الأمن مش بس الأمن الإسرائيلي، والإسرائيليين لهم حق يتكلموا زي ما هم عايزين، يقولوا اللي هم عايزينه، وإنما إحنا كمان لنا إن إحنا نتكلم على الأمن العربي، الأمن الفلسطينيين، فإحنا بنتكلم على بناء سلام.